مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. وهبتدي معاكم الحلقة النهاردة بخبر للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللي بدوره نفى ما تم تداوله في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. كان جوه هذه المنشورات حالة من التخوف أو القلق عن دخول موجات وبائية جديدة لمصر، لأنه منظمة الصحة العالمية كانت حذرت من ده نتيجة لتوقف العمل في مختبر للصحة العامة في أحد دول المنطقة. الحقيقة أنه الوزارة نفت هذه المنشورات وقالت أنه الوضع الصحي في مصر وضع آمن، وضع مستقر، وضع مطمئن تماماً الحمد لله، فيش أي أمراض وبائية في أي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية. وقالت أنه يعني احنا بنمتلك برنامج للترصد والتقصي للامراض الوبائيه شغال بشكل فعال جدا 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 لاكتشاف ورصد اي حاله وبائيه بشكل مبكر، علشان يعني يكون في تعامل مبكر معاها لا قدر الله لو ده حصل. وانه احنا شغالين بتطبيق كل التدابير الاحترازيه في المطارات، في الموانئ المصريه، لمنع حدوث ده من خلال اي حد داخل بلدنا من اي منطقه موبوءه. أشارت كمان الوزارة لأنه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية كان أعلن أنه تقييم المخاطر أصلاً الناتجة عن سوء التعامل المباشر اللي حصل مع العينات في المختبر المذكور ده هو ضعيف جداً، ونشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات المغلوطة اللي بالتأكيد عايزة تخوف الناس وعايزة تقلقهم. فالحمد لله الوضع الوبائي آمن ومستقر ومطمئن، إن شاء الله نفضل كده طبعا، لانه احنا عشنا وقت طويل من القلق والتعب مع كورونا زي ما العالم كله عاش، فان شاء الله نكون بعيد عن هذا يعني الوباء او غيره. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وموضوع هام جدا الحقيقه عشناه يمكن على مدار عام كنا بنتابع هذا الحوار، وشفنا الجلسه الافتتاحيه للحوار الوطني اللي يمكن خلق حاله من الحيويه السياسيه اللي الساحه دلوقتي محتاجاها، اللي المتغيرات اللي بتحصل حوالينا في الداخل وفي الخارج تستدعي هذه الحالة. ويمكن هنا أنا بشوف أنه كان عندنا نظرة استباقية لمسألة الحوار الوطني لما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار. النهاردة نشوف أهمية وجود كل هذه الأطياف المتعددة الأفكار على طاولة حوار واحدة علشان نناقش قضايا داخلية وخارجية تؤثر علينا، علشان نقدر نبني مستقبل برؤى واضحة، ما هيش رؤية واحدة إلا إنها مساحات مشتركة نعدي بيها للجمهورية الجديدة. الحقيقة إنه يعني مهم جدا حالة الحوار اللي حصلت دي، والفعاليات بتتواصل لجلسات الحوار الوطني اللي يمكن كان يعني الدعوة ليه من السنة اللي فاتت شهر أبريل من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا كل القوى السياسية، كل الهيئات والمؤسسات والأحزاب إنها تشارك، يحطوا مشاكلهم على الترابيزة، يطرحوا الحلول، يتكلموا أكتر. لأنه المشهد إيجابي جدا جدا، المشهد كان جميل جدا جدا، لأنه هي دي مصر، كل الأطياف وحالة التعددية دي مهمة جدا جدا في الوقت ده. شفنا كلمات عدة لممثلي القوى السياسية والأحزاب السياسية خلال الجلسة الافتتاحية، والحقيقة أنه كان واضح أن الكل جاي يبحث عن مساحة مشتركة لأفكاره لآرائه. ليه؟ علشان بلدنا. ليه؟ علشان احنا كلنا باختلاف انتماءاتنا السياسية بالتأكيد عايزين الخير لبلدنا ولولادنا. والحقيقة انه كلمة سيادة الرئيس برضو يعني كانت كلمة معبرة بشكل كبير، ويعني دايما سيادته بيقول انه الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. مهمة جدا هذه الحالة، حالة الحوار، يعني ملفات كتير الناس منتظرة أنها تتفتح داخل الحوار الوطني، سواء المتعلق بالتنمية، المتعلق بحقوق الإنسان، الشق الاقتصادي طبعا اللي بيهم المواطن بشكل كبير، الفنون، الثقافة، الرياضة. ويمكن شفنا ممثلين عن كل هذه الهيئات والفئات في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني. دلوقتي يبقى معانا على التليفون النائبة أميرة صابر، عضو لجنة الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك، ويعني عام من التحضير لإطلاق هذه الجلسة الافتتاحية، ويمكن الناس أعتقد أنه ده حاجة سمعتوها، سنة تحضيرية، أهمية هذه السنة علشان النهاردة نوصل لأنه كل هذه الأطياف متعددي الانتماءات والثقافات والآراء يكونوا موجودين داخل جلسة افتتاحية للحوار الوطني.
كده يمكن المشهد اللي فيه يوم افتتاح الحوار الوطني، الجلسة الافتتاحية، كان مشهد كاشف جدا ليه قعدنا سنة بنحضر للحوار، لأنه الأطراف التي حضرت الجلسة الافتتاحية كان من الصعوبة بما كان أنها تتحدث لبعضها البعض، أنها أصلا تتفق على أي مساحة مشتركة. كان بقالنا فترة طويلة جدا في حالة ركود سياسي كبير، كنا محتاجين هذا المتنفس، كنا محتاجين أننا نلاقي هذه المساحة المشتركة بشكل جاد، ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق. يعني مجلس الأمناء قضى ساعات طويلة في محاولات تقريب وجهات النظر علشان نتفق على الأولويات، وعلشان نتفق على الهيكل، وعلشان نتفق على المتحدثين والمقررين والمقررين المساعدين. يعني حقيقي الأمر ما كانش فيه أي نوع من أنواع السهولة، وهي دي الفكرة بتاعت الحوار، أنه إحنا محتاجين كل الجهد الممكن حتى نجد حلول متفق عليها فيها الحد الأدنى من الاتفاق. صحيح. عايز أسألك كمان عن مشاركة الشباب، ويمكن في سنوات سابقة كنا بنشوف عزوف أو يمكن استبعاد للشباب من على الساحة السياسية، وبقى بعد كده لقينا عودة للشباب بأفكارهم وطموحهم الكبير لبناء دولتهم الحقيقة. مشاركة الشباب داخل الحوار الوطني، وإلى أي مدى ده بيحدث تغيير في الحياة السياسية بالنسبة للشباب وبالنسبة للبلد؟ طيب، يعني هو طبعا الشباب كمكون يعني في الحوار مكون رئيسي، وده دلالته الأساسية هو تخصيص محور منفصل للشباب، عفوا لجنة منفصلة تحت المحور الاجتماعي للشباب، واللجنة دي بتتناول أهم القضايا اللي في ملف الشباب، منها الاتحادات الطلابية والحركة الطلابية، منها تمكين ذوي الهمم من الشباب، منها المشاركة السياسية للشباب، منها الرياضة وأوضاع الرياضة والنوادي ومراكز الشباب، منها ريادية الأعمال، أحد أهم الملفات، وإزاي ندعم رواد الأعمال الشباب، لأنه الحقيقة كمان ملف الشباب متقاطع مع التعليم والصحة والاقتصاد. صحيح. أو الملف الاقتصادي بأكمله، والملف الاجتماعي أيضا، والملف السياسي. فكمان عايز أقول لحضرتك انعكاس وجود الشباب كان في اختيارات المقررين والمقررين المساعدين، اللي كتير منهم جدا في أعمار الشباب، نهينا عن المقرر والمقرر المساعد للجنة نفسها اللي هما الاثنين شباب، والحقيقة بذلوا مجهود ضخم وجابوا الجامعات وطافوا يعني حول الكثير من المحافظات يسمعوا آراء الشباب وإيه اللي هم مستنيين يقدموه في الحوار الوطني. والتجربة اللي حصلت السنين اللي فاتت مهمة. إحنا يعني أيوة ما عندناش تمكين للملايين من الشباب، ولكن في أمارات جادة، بارقة أمل على الأقل. لا، هو في حقيقي تغير ملحوظ بأعمار السياسيين. صحيح. صحيح. في البلد بأعمار النواب، بتنفيذيين بنشوف النهاردة نواب مساعدين المحافظين. صحيح. في العشرينات. صحيح. والثلاثينات، يمكن ده غير مسبوق. فملف تمكين الشباب ملف في منتهى الأهمية، خاصة إن إحنا أمة شابة، دولة عندها قطاع كبير، الأكبر والقوى الأعظم من سكانها في قطاع الشباب. فيعني لهذه الأسباب ولغيرها ملف الشباب في منتهى الأهمية. من خلال طرح أفكار الشباب خلال الجلسات التحضيرية وأيضا خلال الجلسة الافتتاحية، دايما الشباب بيكون ليهم رأي يمكن أنا بشوفه جامع لكل الأجيال، على اتصال باللي فات وباللي جاي، عندهم رؤية مستقبلية. إلى أي مدى في مرونة في الحوار الوطني تسمح بطرح هذه الأفكار؟ وزي ما سمعنا من حضراتكم انه ما فيش خطوط حمراء، ويمكن ده اللي بينفي الـ بعض التخوفات انه يكون حوار نخبوي، حوار يعني مصالح معينه. طبعا يعني زي ما حضرتك اشرتي كده، فكره الخطوط الحمراء كانت انه النص الدستوري نص ملزم، ويعني ما عدا النص الدستوري وما عدا مشاركه كل من يعني تلوثت ايديه بدماء او تورط في عنف لا سقف. كل القضايا مطروحه، وادق القضايا بنتكلم جوه الحوار الوطني على ملفات ما اتحركتش من سنوات، ملفات في حقوق الانسان حاسمه ومهمه، ملفات في الحركه السياسيه تخص الاحزاب السياسيه وتخص الانتخابات وتخص حلحله ملف الحريات. يعني النهارده يمكن بنشوف على قنوات الاعلام المختلفه نقاش سياسي جاد بقاله سنوات ما دارش في البلد بهذا الانفتاح. يمكن بنشوف حركه جوه الاحزاب السياسيه من المهم جدا انها تحصل، لانه كان في خطوره حقيقيه بغلق المجال العام. النهارده صحيح. احنا في قرار او في
اتفاق على انه فتح المجال العام اولويه، وفتح المجال العام هو الضمانه المؤسسه لانه التحديات الجسيمه الاقتصاديه بشكل رئيسي اللي بنواجهها النهارده نقدر نقف فيها على ارضيه مشتركه علشان نلاقي حلول حقيقيه. الحقيقه انه قضايا عده والقضايا كلها متشابكه، سواء بنتكلم على قضايا داخليه او حتى قضايا تمسنا من الخارج، ويمكن ابرز هذه القضايا واللي الشباب بيتكلم فيها دايما وحقوق الانسان ومساله الحبس الاحتياطي، ومع انعقاد عفوه لجنه العفو الرئاسي مره ثانيه، واستماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يدور داخل الجلسات التحضيريه، واستماع سيادته لمساله عوده الاشراف القضائي او استمرار الاشراف القضائي على الانتخابات، شيء مبشر الحقيقه انه اعلى سلطه في الدوله تستمع طبعا. وتستمع طبعا. بإنصات ويعني بوعي شديد لما يدور داخل هذا الحوار الوطني وتعي أهميته. ده كان ليه دلالة سياسية مباشرة أنه الحوار ينصت له على أعلى مستوى في البلد. هذا الحوار يحظى باهتمام أعلى سلطة، لأنه الحقيقة لحظة ما اقترح مجلس الأمناء مد الإشراف القضائي واللي هو في ظني ضمانة مهمة جدا لنزاهة ولشفافية الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية القادمة، احنا خلال أقل من 24 ساعة كان سيادة الرئيس بيتناول هذا الأمر باهتمام وبتقدير وبإحالة للجهات المختصة. ده معناه أنه الداعي إلى الحوار كان أعلى سلطة في البلاد. في نية حقيقية يعني لفتح الملفات التي قضينا وقتا طويلا لا نتكلم عنها، ودي ضمانة مؤسسة كمان في انتهاء التوصيات، انه هذه التوصيات ايضا ترفع للسلطات السياسية العليا ويتخذ قرار بمسارين ما لهمش ثالث، يا تنفيذي يا تشريعي. صحيح. اي مقترح سيطرح في الحوار سيسفر عن اما تعديل تشريعي او مقترح قانون جديد او قرار تنفيذي يقدم لمجلس النواب، عشان الناس بس تفرق بالضبط. انه يعني الحوار الوطني لانه الناس ملتبس عليها الامر ما بين الحوار الوطني وهو ان هو لا يصدر تشريعات، هو يناقش القضايا. هذا ليس دور الحوار الوطني، ومؤسسات الدوله باكملها قائمه. البرلمان يمارس ادواره، الحكومه بتصدر كل يوم قراراتها يعني، لكنه بيعكس نبض الشارع بشكل كبير. بالضبط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائبه اميره صابر عضو لجنه الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا. والحقيقه انه تنوع الحضور في الجلسه الافتتاحيه اللي شفناها بيدل على جديه هذا الحوار، ومخليه حاجه مبشره جدا جدا جدا، وعمل حاله من الحيويه السياسيه اللي احنا محتاجينها جدا في هذا التوقيت الدقيق. روح مع حضراتكم كمان لمباراة الأهلي وبيراميدز. الأهلي دلوقتي متقدم بجول لعلي معلول، ويعني المباراة مستمرة، والجول جه من ضربة جزاء والمباراة مستمرة، وليلة كروية مصرية خالصة إن شاء الله، وجماهير تفرح، ويعني هنفضل مستمرين مع حضراتكم ونقول لكم كل اخبار الماتش، وان شاء الله يعني الجماهير المصريه تكون مستمتعه بهذه القمه المصريه. وكمان دلوقتي هروح مع حضراتكم لتقرير عن وزاره الداخليه وفعاليات المرحله الثالثه والعشرين من مبادره كلنا واحد برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اعلنت مد فعالياتها لمده شهرين لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة وتحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة وبنسب تخفيض تصل إلى 60% عن مثيلتها خارج إطار المبادرة في كافة المنافذ والسلاسل المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. ما زلنا مستمرين ومشاركين في مبادرة كلنا واحد اللي ما زالت مستمرة وموفرة كل البضائع الاستراتيجية وبأسعار مخفضة، وفي إقبال كبير من العملاء عليها. والله هي مبادرة ممتازة، وأحسن حاجة إن الأسعار بتاعتها أقل من بره بكتير، وطبعاً جودة المنتجات عالية، والحمد لله إن معظم السلع متوفرة خصوصاً السلع الأساسية. الأسعار هنا أسعار رخيصة جداً ومتوفرة هنا كل السلع. أنا مبسوطة جداً من الأسعار، وده سهل علينا حاجات كتيرة جداً في شراء المنتجات.
جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وتشهد السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة رواجاً كبيراً في ظل إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم مستفيدين من التخفيضات، حيث وصل عدد السلاسل المشاركة فيها إلى 28 سلسلة تجارية ب 1211 فرعاً تابعاً لها على مستوى الجمهورية. المبادرة خلت عندنا إقبال غير عادي على كل منتجاتنا في كل فروعنا. التجربة أثبتت أن المبادرة لها دور فعال جداً في ضبط السوق وضبط الأسواق ورفع العبء عن المواطن البسيط. المبادرة موفرة كل حاجة، الأسعار في متناول الجميع. بصراحة هي حاجة جميلة جدا في غلو طبعا اللي احنا فيه، بس المبادرة موفرة كل حاجة واحنا مرتاحين جدا. أنا عن نفسي شخصيا بشتري منها كل حاجة. بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي، وياريت تتمد أكتر وأكتر، وأنا بستفيد منها واستفدت منها كتير. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرض، وهنبقى جنبك للنهاية. ومع حرص وزارة الداخلية على مد فعاليات المبادرة لتستمر شهرين إضافيين بدءا من نهاية شهر رمضان المبارك، فقد أشاد المواطنون بهذا الدعم المتواصل من الوزارة لهم وبما توفره المبادرة من سلع ذات جودة عالية في المنافذ والمعارض المشاركة فيها، حيث أقامت الوزارة 4 معارض رئيسية بمختلف المحافظات. طبعا حاجة جميلة جدا ان المبادرة تمدد شهرين اضافيين، دي فرصة كويسة. اللي ما استفادش من المبادرة الاولى لما تمدد شهرين اكيد لفتنا انتباهه اكتر وقدر ان هو يستفيد من السلع المتوفرة باسعار كويسة وبكميات كبيرة. سيادة الرئيس نشكره ان هو مدعنا لمدة شهرين كمان، وريت المبادرة تفضل ممتدة على طول عشان نستفاد بيها، والحمد لله بنيجي نلاقي كل الحاجات موجودة كلها ومفيش اي حاجة ناقصة داخل المكان. في السياق ذاته تستمر مشاركة منظومة امان في المبادرة بتوفير السلع بتخفيضات كبيرة في 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. خطوات كبيرة تخطوها وزارة الداخلية في دعمها للأسر المصرية، لا سيما تحت مظلة مبادرة كلنا واحد وما توفره من احتياجات أساسية ومعروض متنوع من كافة أنواع السلع على مستوى الجمهورية. هكذا تتوفر كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في المنافذ والسلاسل والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم من جديد. بنأكد على حضراتكم أنه النادي الأهلي أحرز هدف أحرزه علي معلول من ضربة جزاء أمام نادي بيراميدز في دولة الإمارات الشقيقة، وده يعني ماتش السوبر، وفي يعني حالة من الفرحة طبعا عند جماهير النادي الأهلي، ويعني ده المعتاد الحقيقة من الكرة المصرية. ماتش مش سهل أبدا على الفريقين، ويعني احنا بنتكلم دلوقتي في الشوط الثالث شغال، فيعني ليلة كروية مصرية عظيمة الحقيقة، ومشهد مصري غاية في الروعة. كأس السوبر المصري ده المعتاد منه، يعني كل فريق بيبقى جاي عنده دوافع قوية للفوز، ويعني كمان الكأس السنة دي متغير، معمول في لندن ومختلف وشكله جديد، فهنشوف مع حضراتكم كمان حفل التتويج لكأس السوبر، وهيحييه الفنان تامر حسني. فليلة مصرية كروية جميلة جدا الحقيقة وطيبة بشكل كبير، وكل أهالينا المغتربين سواء في الدول العربية أو حتى المصريين اللي سافروا من هنا لهناك عايشين حالة من الفرحة والمحبة بشكل كبير جدا جدا. قبل الماتش حتى كانوا يعني على كل الشاشات متابعين، بيتصوروا مع الفرقتين اللي قدروا يعني يشوفوهم منهم، وكان في حالة حلوة ما بين اللعيبة، وده المهم. الروح دي انها نفضل محتفظين بيها، هو ده المهم، ومهم جدا ان دي تبقى صورة الكرة المصرية في اي دولة يعني بتمثل فيها الكرة المصرية.
نروح مع حضراتكم ونستكمل حديثنا عن الحوار الوطني ومدى تأثير هذا الحوار الوطني على الشارع المصري ومدى تمثيله للمواطن المصري وقضايا اللي بتمس المواطن المصري. دلوقتي هيكون معانا على التليفون الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك، ويعني كيف يمكن لهذا الحوار الوطني بعد عام من التحضير والانطلاق الآن بجلسة افتتاحية أن يحدث تأثير على الشارع المصري، ويعني بالتأكيد كمان تأثير على القوى السياسية والأحزاب اللي يعني ما شفناش هذا الجمع بكم هذا التعدد، يعني على طاولة حوار واحدة بقلنا فترة بنشهد حالة من يعني عدم الحيوية السياسية، لكن الحوار الوطني عاد يعني يجعل هذه الحالة يعني حالة في منتهى الإيجابية الحقيقة بالمشهد اللي احنا شفناه خلال الجلسة الافتتاحية. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال شقين، تأثيره على المواطن المصري وتأثيره على الأحزاب. فيما يتعلق بالأحزاب أظن أنه إذا الأحزاب استغلت هذه الفرصة الطيبة والعظيمة وقدرت تطور من نفسها ومن أدائها وتتواصل مع الناس وعندها كوادر حقيقية أظن هتكتسب شعبية كبيرة في الشارع المصري على اختلاف برامجها المختلفة، وتتطور إذا حصل هيكون في صالح السياسة المصرية، وأتحدث هنا عن الأحزاب الشعبية المدنية. فيما يتعلق بانعكاس الحوار على الشارع المصري، كلما نجح افراد المتحاورين داخل الحوار نفسه مؤسسه الحوار الوطني، وهنا المتحاورين مش هم مجلس الامناء، عمل يعني القواعد وحط المحاور واختار اللجان والمقررين والمقررين المساعدين والقضايا نفسها وحط الاسس التي سيدار بها الحوار الوطني، لكن الباقي يعني سيتحاور هم ممثلوا القوى السياسيه والمجتمعيه والخبراء. بمقدار قدره او مدى قدره هذه الاطراف على ان هم يوصلوا الى توافقات بمساعده الامانه الفنيه ومجلس الامناء، توصيات متوافق عليها بين الجميع، بمقدار انه ده هيتحول الى قرارات او تشريعات، وبالتالي اذا تحول الى هذا الامر المواطن المصري سوف ينعكس عليه بجانب بطريقه مباشره. يعني على سبيل المثال هاخد قضيتين مهمتين جدا لكل المصريين، قضيه الزراعه والصناعه، ودول يعني لجنتين مهمتين في المحور الاقتصادي، وكل قضيه فيهم فيها موضوعات مختلفه. اذا قدر الحوار الوطني انه يطلع بتوصيات مهمه تدعم الفلاح المصري والمزارع المصري والمصنع المصري وتسهل له عمله، هيكون الحوار الوطني سينعكس ذلك على فرص عمل في الشارع، سلع مصريه مصنعه في مصر او تصنيع زراعي. مع بس احتياجنا ليه كمان استاذ عماد في يعني هذه التغيرات الدوليه والاقليميه يعني. طبعا انا اخترت قضيتين لانه طول الوقت دايما بنقول دعم الزراعه ودعم الصناعه. صحيح. في قضيه التعليم بقى المتحاورين انما يوصلوا الاسس. قضيه التعليم بس عشان حتى لا اكون متشائما او من قبيل اقرار الامر الاخر، ستاخذ وقت، هي وقضايا التحت تاخذ وقت، ان هي محتاجه مش رؤى بس، محتاجه فلوس موارد كثيره جدا، سواء للطلبه او التلاميذ يعني ومدارس وفصول وبنيه تحتيه ورفع وتحسين اجور المعلمين، وبالتالي هتاخذ وقت. لكن لو قدرنا المتحاورين يضعوا اسس لاصلاح حاله التعليم، ده هينعكس على المواطن المصري في كل مكان، وهكذا نقدر نقيس على بقيه القضايا. عندنا ثلاث محاور، 17 لجنه، 113 موضوع، بيمثلوا تقريبا معظم المشاكل الاساسيه التي تعاني منها مصر منذ عقود مش من سنوات بسيطه بس. برايك كيف يمكن يعني ان يتم تعزيز مخرجات هذا الحوار الوطني او ان نجعلها قابله للتنفيذ؟ المخرجات يعني كلما كان المتحاورون قادرين على الوصول الى توصيات متوافق عليها، كلما كان ذلك سيساهم تحويلها الى اجراءات او تشريعات. بمعنى انه اي قضيه سكانيه على سبيل المثال قضيه مهمه جدا في المحور المجتمعي، لو المتحاورين فيها قدروا يوصلوا لتوصيات محدده، هذه التوصيات ستتحول الى اجراءات من قبل السيد الرئيس او تشريعات يحيلها الى البرلمان، وبالتالي يعني سيتحقق يعني عائد جيد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وهكذا الامر ايضا بالنسبه لي، كلما استطاع المتحاورون ان هم يعملوا توافقات كثيره ان هم يوصلوا الى حلول وسط، المشكله الكبرى تكمن ان بعض الاطراف احيانا تعتقد انها تمارس السياسه بمنطق الضربه القاضيه، ان كل واحد عايز
لأن يا بلاش السياسة ما بتعرفش هذا المنطق، وبالتالي في القضايا المختلفة اللي موجودة تحت طاولة الحوار الوطني هناك قضايا كثيرة جدا تحتاج إلى توافقات، وتحتاج قبل الوصول إلى التوافق إلى أن يكون الجميع مدرك للواقع المعايش، بمعنى الأحلام المثالية والتمنيات دي شيء الناس تقول على الكنبة يعني، لكن في حلول سحرية لا أحد يمتلك عصا سحرية لحلول كل بالضبط. هذه المشاكل يعني. طيب بما ان حضرتك صحفي ويمكن كانت جلسه الحوار الوطني الجلسه الافتتاحيه تتزامن مع اليوم العالمي لحريه الصحافه ومساله حبس الصحفيين على اثر قضايا نشر، الى اي مدى ده ممثل في الحوار الوطني؟ الحوار الوطني منذ جلسته الاولى في شهر 7 اللي فات وحتى الجلسه 23 وهو يتحدث عن يعني يناشد السيد الرئيس طول الوقت الإفراج عن المحبوسين، وتم الاستجابة للدبي بشكل جميل جدا، تم الإفراج عن أكثر من 1400 شخص، والشكر موصول لكل من ساهم في تحقيق هذا الأمر، ونتمنى أن يغلق هذا الأمر لما يعني يفيد الدولة المصرية، وفي نفس الوقت لا أحد يدعو إلى الإفراج عن أي شخص ارتكب عنفا أو حرض على عنف، هذا أمر مفروغ منه، لكن كلما استطعنا ان احنا ننهي هذا الملف ده موجود في صالح مصر بطبيعه الحال وشعبها وابنائها، وكمان الدوله المصريه مش بس افرجت عن الناس دي، اعادت دمجهم في وظائفهم وحاجات زي كده. الجزء الثاني لهذا الامر ممثل في لجنه في المحور السياسي، في لجنه مهمه جدا عن حقوق الانسان وعن ملف الحبس الاحتياطي، دي قضيه في منتهى الاهميه. صحيح. سيتم بحثها في هذا المحور وان شاء الله تصل الى حلول تحقق مصلحه الجميع ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم في تقريبا 113 قضيه سيتم بحثها، ما بين قضايا اقتصاديه لقضايا سياسيه لقضايا تمس المواطن بشكل يومي. ترتيب الاولويات هنا بيكون عامل ازاي داخل الجلسات؟ ترتيب الاولويات احنا يعني طبيعه الحال الحوار غالبا هيبدا الحوار الفعلي بين المتحولين يعني انعقاد اللجان هيبدا 14 يوم لحد 14 مايو بالمحور السياسي. المحور السياسي هيبقى فيه لجنتين في اول يوم، كل لجنه 3 ساعات، يعني ظني انه ممكن يبقى مباشر في الحقوق السياسيه مثلا والاحزاب او اي لجنتين، بس هنا بمعنى الاولويه ما احنا لو خدنا لجنتين في الاسبوع الاول الاسبوع الذي يليه يكون ايضا فيه لجنتين مختلفتين، فبالتالي ما فيش فوارق زمنيه كبيره تجعل يعني تجعلنا نقول ان هناك اولويات. لكن في نقطه مهمه، لن يتم الانتظار حتى تنتهي كل اللجان من اداء عملها لترفع التوصيات، لانه بهذا المنطق نظريا وعمليا ممكن بعض اللجان التي يوجد عليها توافق نسبي كبير لو خلصت اجتماعاتها على سبيل المثال بعد جلسه او اثنين ووصلت الى توافقات قد ترفع الى السيد الرئيس مباشره، لكن هناك قضايا شديده التعقيد ومتداخله ومتشابكه قد تستمر شهور، فبالتالي لا يعني ليس من الحكمة أن يتم رخم لجان تم التوافق بشأنها على حساب لجان أخرى لم يتم التوافق، وبالتالي أظن أن احنا ممكن نصل إلى يعني يبدأ نسمع المخرجات في خلال أسابيع وربما شهور. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه مناسبات العيلة الملكية في بريطانيا بقت مناسبات بتهم الناس بشكل كبير، بتجذب أنظار الناس بشكل كبير. لو احنا بنتكلم عن زيجات ويليام وهاري، لو احنا بنتكلم عن جنازة كوين إليزابيث، فيعني كان في مشاهدات كبيرة جدا جدا جدا، الناس بتتفرج على هذه العراقة لهذه العيلة، بتشوف الفخامة الملكية الموجودة في هذه الاحتفالات. ويمكن احنا دلوقتي يعني في استعدادات قوية لحفل تتويج الملك تشارلز بقصر باكنغهام، ويعني الحقيقة انه الناس منتظرة تعرف الأجواء هناك ايه، اللي بيحصل، المراسم اللي هتكون موجودة. الحفل ده هيكون غدا، ويعني في يعني كلام كتير عن ايه اللي هيحصل. يمكن في ناس بتقول انه الحفل هيكون اقل شويه بطلب الملك تشارلز في الحضور، تقريبا 2000 عن كوين اليزابيث كان تقريبا 8000. فهنعرف مع حضراتكم
كل التفاصيل والصورة بالظبط إيه من لندن. معانا الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي، مساء الخير على حضرتك. ويعني لو تقول لنا كده الصورة من لندن قبل ساعات من تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا رسميا. مساء الخير. يعني بالفعل هناك ساعات قليلة بتفصلنا عن أبرز حدث تاريخي بتتأهب فيه بريطانيا ومعها الملايين من البريطانيين وغيرهم من بلدان العالم لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا في احتفالات ملكية ضخمة. هذه الاحتفالات هي حافلة بالرموز والتقاليد والأعراف الممتدة لقرون والمشهورة بها المملكة المتحدة منذ أكثر من 1000 عام. هذا الحدث هو الأول من نوعه منذ 70 عاما. نحن نعلم أنه آخر مراسم كانت في تتويج الملكة إليزابيث الثانية الراحلة قبل 70 عاما. يعني القادم إلى العاصمة البريطانية لندن بيلحظ حالة التأهب القصوى. هناك انتشار للقوات من أفراد القوات المسلحة وأيضا وحدات الفرسان الملكية. هناك أيضا انتشار للرايات والأعلام في شوارع لندن الرئيسية التي سوف يمر بها الموكب الرسمي. سيتم تتويج الملك تشارلز وهو الملك 40 في كنيسة ويستمنستر أبي في وسط لندن. الموكب سوف يبدأ في 11 صباحا بالتوقيت المحلي، يبدأ من قصر باكنغهام الملكي مرورا بعدد من المقار الرئيسية ومقار الحكم في بريطانيا وصولا إلى كنيسة ويستمنستر. سوف يصطف الجماهير الذين سمح لهم بمشاهدة مسار الموكب بشكل مباشر قبل أن يبدأ بالفعل. هناك أيضا تعليق على أنه هذه المراسم رغم أنها رمزية إلا أنها سوف تتسم بمظاهر الأبهة واللقطات المبهرة. هي مراسم دينية في المركز الأول ولكنها أيضا مظاهر سوف يستمتع فيها الحضور بمشاهدة الكثير من هذه الفخامة والأبهة التي تشتهر بها دائما كل احتفالات العائلة الملكية في بريطانيا. حالة الحفاظ على هذه العراقة وحالة الأبهة اللي حضرتك بتتكلمي عنها، يعني في إصرار على هذا من قبل العائلة الملكية في بريطانيا، لكن كيف هي ردود أفعال الشعب البريطاني على هذا التتويج؟ يعني دعيني أقول لك أنه هذا الحدث التاريخي يأتي وطغت عليه عناوين وأزمات كبرى بتشهدها بريطانيا حاليا، في مقدمتها بالطبع التضخم وأزمة الطاقة وغلاء المعيشة وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. بالطبع هناك يعني نسبة لابد أن نضعها في الاعتبار من البريطانيين وفقا لأحدث استطلاعات الرأي أجرى معهد أو مركز يوغوف للأبحاث. نتائج الاستطلاع تقول أنه 64% من البريطانيين لديهم حماس بشكل ضئيل تجاه هذه المراسم أو هذه الاحتفالات. كل الهم بالنسبة للبريطانيين الآن هو كيفية تغطية قوتهم اليومي وأيضا مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة. ولكن هناك أيضا من البريطانيين المهتمين بالفعل بهذا الحدث. هذا الحدث يعد تاريخي لأنه كما نعلم نسبة كبيرة من سكان بريطانيا يا إما شباب يا إما لم يبلغوا 70 عاما وبالتالي لم يعني يكن لهم فرصة مشاهدة مثل هذا الحدث قبل 7 قرون. أيضا الحرص الذي بدأ من الملك تشارلز الثالث عندما أصر على أنه يتم تخفيض عدد ساعات هذا الاحتفال وأيضا تخفيض الحجم، يعني مدة الحفل سوف تكون ساعة واحدة مقارنة بالساعات التي استغرقها حفل والدته الراحلة. تم توجيه الدعوة ل 2200 ضيف فقط يمثلون 200 دولة وأيضا ممثلين عن المجتمع المدني والخيري. وهناك أيضا شخصيات من الفائزين بجوائز نوبل. لابد أيضا أن نلقي الضوء هنا ونؤكد على وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة لندن للمشاركة في مراسم التتويج نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدكتور مصطفى مدبولي سوف يحمل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة.
هناك الكثير من الملوك والأمراء والشخصيات المدعوة وصلت بالفعل إلى لندن. تم الإعلان عن إنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر هذه المراسم، سوف تحضر زوجته نيابة عنه. أيضا من المفاجآت الموجودة في هذه المراسم والاحتفالات إنه الملك تشارلز كان حريصا على توجيه الدعوة للمشاركة لممثلي كافة الأديان في بريطانيا للدلالة على سعيه لإظهار مظاهر التغيير وبريطانيا الحديثة، وأيضا لإظهار القواسم المشتركة بين الأديان وتخفيض حجم المدعوين وأيضا تقليل عدد الساعات. كان حرص وطلب من الملك تشارلز لأنه يضع في الاعتبار القضية أو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا رغم التكلفة المادية العالية لهذا الحفل. نحن نعلم أن الحكومة البريطانية سوف تتحمل بشكل كامل هذه الميزانية أو هذه التكاليف التي تصل إلى 100 مليون على عكس التليني. حفلات الزفاف دي بتكون خاصة بالعائلة الملكية. نعم، ولكن أيضا دعيني أقول أنه هذا الحدث كما قالت وسائل إعلام بريطانية كثيرة أنه سيجذب آلاف السياح للقدوم إلى لندن مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات. نحن أمام 3 أيام من الاحتفالات المختلفة. تم منح البريطانيين يوم الاثنين القادم إجازة إضافية سنوية مرة واحدة في السنة. أيضا هناك تعويل على أنه هذه المراسم سوف تضيف للاقتصاد البريطاني ربما يتعافى قليلا. هناك تعويل على أنه هذا الحفل بالرغم من كلفته الضخمة لما يمثله من دفعة قوية للسياحة والاقتصاد البريطاني، فأعتقد أنه هناك فوائد وعوائد اقتصادية سوف تعود من هذا الحفل، ليس فقط مجرد أنه مظاهر يعني تاريخية أو تمتاز بالأبهة والفخامة، إلا أنه أيضا سوف يعود بمصادر دخل على الميزانية العامة في بريطانيا. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب خليني أقول لحضراتكم أنه كاس السوبر بقى أهلاوي، توج النادي الأهلي للمرة ال13 في تاريخه بفوزه على بيراميدز بهدف دون مقابل في المباراة اللي كانت شغالة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وباللقب ده الأهلي بيتربع على رأس أكثر الأندية حصولا على البطولة برصيد 13 لقب. المباراة كانت صعبة، المباراة يعني كانت شهدت شوطين إضافيين بعد الوقت الأصلي، تمكن الأهلي في الشوط الإضافي الأول أنه يحرز هدف الفوز من خلال ضربة جزاء نفذها علي معلول بنجاح. يعني ببارك طبعا لكل جماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله يعني الجماهير اللي كانت مالية الاستاد وشكلها يفرح دي تكون سعيدة وبتحتفل، وأكيد يعني الأجواء في أبو ظبي أجواء عظيمة وأجواء مصرية خالصة، ويعني الشباب والأطفال والبنات اللي مسافرين من دول تانية علشان يجوا يحضروا الماتش يعني يكونوا مستمتعين. والحقيقة أن جمهور النادي الأهلي كان مسيطر في الاستاد النهاردة في استاد محمد بن زايد، لأنه طبعا بعد التذاكر اللي رجعت على إثر اعتذار نادي الزمالك عن المباراة اشتروا أكتر تذاكر جماهير النادي الأهلي، فكنا شايفين المدرجات مليانة جماهير النادي الأهلي. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. هيكون دلوقتي معانا من الإمارات الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير عليك، وطبعا يعني ببارك لنادي الأهلي على هذا الكأس، ويعني انقل لنا كده الأجواء من ملعب محمد بن زايد وقول لنا أخبار يعني كل المباراة. و في لعيب مغمى عليه بيقولوا لي في الكنترول من النادي الاهلي، لو تطمنا مين اللعيب؟ اهلا بك يا استاذ هدير، واهلا بكل الساده المشاهدين. أهلا بيك. بالفعل سقط محمود متولي مدافع النادي الاهلي على الارض عقب بدايه المباراه. اللعيبه كلها جريت على الطاقم الطبي وجريوا عينادوا الاسعاف وسيارات الاجهزه الطبيه نزلت على طول ارض الملعب، بس الحمد لله كده بعد لحظات صمت استمرت لدقائق في ملعب محمد بن زايد والقلق على وجوه الجميع، خلاص طمنونا الدكاتره. احنا شايفين قدامنا في ارض الملعب ان اللعيبه والدكاتره بيطمنونا ان محمود متولي مدافع الاهلي بقى سليم وما فيهوش حاجه، ودلوقتي يكمل باقي الاسعافات الاوليه اللي بيخضع ليها، واكيد هيتوجه لاحدى المستشفيات القريبه عقب نهايه المراسم الاحتفال للاطمئنان عليه. لكن اللاعب قام وقف على قدميه اهو، وخلاص الجمهور لو حضراتكم متابعين معايا الجمهور حتى بيحيي محمود متولي وبيحيي الاجهزه الطبيه اللي قامت بدور كبير جدا. يعني كان حاله من القلق لدرجه ان الناس كانت بتجري ارض الملعب بتقول اسعاف بصوت عالي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، لكن محمود متولي قام اهو خلاص وراح يحيي الجمهور حتى الحمد لله الحمد لله وقف على رجله الحمد لله ان احنا اطمنا عليه كامل.
طبعا بشكل كامل خلاص مفيش اي حاجه الحمد لله. نتمنى طبعا في البدايه السلامه لكل لاعبتنا، اي لاعب كلهم يعني كلهم نجوم، نتمنى لهم السلامه جميعا. بكل تاكيد الاشواط الاضافيه يمكن كانت فيها يعني شد كده ومشاحنات بين اللعيبه. شايفنا يعني بعد هدف كهربا تحديدا، بعد ما حصل كهربا على ركله الجزاء اللي نجح علي معلول في تسديدها، شفنا بقى يعني ده شد وجذب بين اللعيبه، اشتباكات علي معلول، هتافات ضد رمضان صبحي، اعتراضات من الجهاز الفني لبيراميدز على التحكيم. شفنا برضو يعني كان في مع ان كان في اشادات بطاقم التحكيم وهو طاقم مصري، اشادات من اول اليوم والناس سعيده بهذا الطاقم المصري، وانه اختيار طاقم مصري بيدل على قد ايه اتحاد الكوره واثق في انه احنا عندنا حكام يقدروا يديروا مباراه زي دي. خليني اقول لحضرتك ان حتى يعني الاعتراضات اللي حصلت على التحكيم اعتراضات مشروعه، يعني في نوع من الاعتراضات مشروع وفي غير مشروع. في اعتراضات مشروعه لم يتجاوز خلال الاعتراضات لم يتجاوز حد الادب زي ما بنقول، اعتراضات كلها مشروعه بتحصل في كره القدم. خلاص زي ما بقول لحضرتك هو محمود متولي اهو خارج على احدى السيارات، توجه به لسياره الاسعاف للاطمئنان عليه بشكل اكبر، حتى يعني لاعب من النادي الاهلي هو اللي بيسوق عربيه العربيه ورايح بين الجمهور، عفوا ده مش رايح يخرج فيه، فرايح بين الجمهور الناحيه الثانيه عشان يطمنوا، لان كان سقط كده عند جمهور. طيب الحمد لله ان احنا طمنا عليه، دي اهم حاجه. راح بيه الناحيه الثانيه عشان يطمن عليه الجماهير، لاعب من النادي الاهلي بيلف بيه الملعب. جماهير النادي الاهلي عامله ايه بقى دلوقتي بعد الفوز، ويمكن يعني كانوا على اعصابهم طول المباراه؟ هاني انت لسه سامعني؟ طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، ويعني ببارك لكل جماهير النادي الاهلي ولكل جماهير الكوره المصريه النهارده على مباراه السوبر، وهنتابع مع حضراتكم اجواء التتويج بلقب السوبر واللي فاز بيه النادي الاهلي على نادي بيراميدز في ملعب محمد بن زايد بابو ظبي. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد نكمل حلقتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا تابعنا من ايام وبحاله من الفزع الشديد والحزن الشديد يعني وفاه الفنان الجميل الله يرحمه مصطفى درويش، واللي الفحوصات قالت انه الوفاه جت نتيجه ضعف في عضله القلب، وناس على السوشيال ميديا كانت متاثره بشكل كبير جدا باللي حصل وما كانتش مصدقه اللي حصل، وانه كان لسه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وكاتب انه مش عارف ينام، والناس رد عليه والناس كانت مش مصدقه الخبر لحد ما اخوه اكد الخبر، طبعا ربنا يرحمه ويحسن اليه، وكمل الحاجات الحلوه اللي كان بيعملها في حياته واللي الناس ابتدت تتكلم عنها بعد رحيله باذن الله تكون في ميزان حسناته. الحقيقه انه ده ياخدنا لمساله انتشار الازمات القلبيه المفاجاه في سن صغير. احنا كنا معتادين ان احنا نسمع الكلام ده عند كبار السن، بقالنا فتره كبيره كل شويه نسمع في سن بدري اربعينات وثلاثينات عن ازمه قلبيه وموت مفاجئ. ابتدى بقى ناس كتير تتكلم عن اسباب حدوث ده، يعني اكيد تعددت الاسباب والموت واحد، لكن احنا بنتكلم عن انه لو كان في حاجه غلط احنا بنعملها في سلوك حياتنا، لو احنا بنتكلم عن حد عنده اضطرابات نوم، فهل اضطرابات النوم ممكن تعمل ازمه قلبيه وتموت؟ هنعرف من المتخصصين معانا دلوقتي على التليفون دكتور احمد البربري استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، واكيد حضرتك تابعت حاله الفزع الشديد اللي كانت موجوده في المجتمع المصري بوفاه الفنان مصطفى درويش على اثر ضعف في عضله القلب وازمه قلبيه، وده خلى الناس يعني بانتشار حاله الحزن والاسى على الفنان مصطفى درويش كمان يكون في حاله من الفزع لتكرر حدوث مساله الازمات القلبيه في سن مبكر. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده مشاهدي برنامج التاسعه على القناه الاولى المصريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا خالص العزاء لاسره الفنان الجميل، وهو حضرتك الموت المفاجئ موجود طول عمره، بس هو دايما لما بيجي في حد مشهور شويه او كده او سنه صغير او رياضي او كده بيحصل بعض الشيء من الضجه او الخوف وكده.
الموت عموما معناه ان يحصل توقف للدوره الدمويه، وبالتالي ما بيبقى بنفقد علامات الحياه او العلامات الحيويه زي النبض والضغط وكل العلامات الحيويه بتفقد بالموت. الموت طبعا ده شيء طبعا مكتوب علينا كلنا وكلنا هيحدث ده. الموت المفاجئ بقى تعريفه ان الموت بيحصل بطريقه غير متوقعه. الطريقه غير متوقعه او لما بنكتشف مرض ويموت المريض في نفس اليوم من المرض المكتشف. ما اشتكاش قبل كده. خلال 24 ساعه او كده. فهنا الحقيقه بنحب نقول ان هو اسباب الموت المفاجئ معظمها شريان تاجي اللي هي الذبحه اللي هي الازمه القلبيه. طب هل نمط الحياه يا دكتور علشان نوضح بس ان الموضوع للناس ونبسطه، نمط الحياه، التدخين، الناس اللي ما بتنامش كويس، عدم ممارسه الرياضه، هل ده يؤثر ولا لا يؤثر؟ يؤثر بالتاكيد. لما نقول ان الموت المفاجئ 80% من اسبابه بيبقى ذبحه او جلطه في القلب غير مشخصه، فالذبحه والجلطه اللي في الشرايين التاجيه دي اسبابها هو التدخين وهي اكل الاكل اللي هو الفاست فود والكوليسترول وهو التوترات النفسيه وهو الضغط الدم المرتفع وهو السكر. فطبعا نمط الحياه بيفرق جدا جدا جدا. قله النوم دي بتبقى في توتر وبتزود الادرينالين وكده وممكن تؤدي الى توقف مفاجئ في عضله القلب، والاغلب في التوقف المفاجئ زي ما اتفقنا جلطه القلب او الهارت اتاك او ودي حاجه تخوف يا دكتور احمد، لانه مرض اضطراب النوم هو مرض العصر دلوقتي عند الصغير والكبير، معظم الناس تعاني اضطرابات النوم. هو اضطرابات النوم فيها يعني كذا جزء الحقيقه، اللي هو في اضطرابات في النوم في اثناء النوم نفسه ودي اكتر بتاع ما بتدخلش في النوم العميق يعني متخصصين في اللي هو اضطرابات النوم اثناء النوم. وفي طبعا اللي هو حاجه زي الواحد مش جاي له نوم، الارق والتوترات وكده. فدول بالتالي طبعا بينصح ان الانسان ينام في الاوقات يعني بالليل ويصحى بالنهار وكده ويقلل التوترات، واذا ما كانش قادر على كده بصوره عاديه ممكن يتجه لدكتور مختص في ذلك. اللي احنا ننصح بيه في هذا البرنامج ان هو ان احنا لازم نبقى عارفين ان الموت المفاجئ بيبقى اكثر في اللي عندهم او اللي زي ما اتفقنا الشرايين التاجيه بتبقى اكثر في اللي عندهم سكر. في اللي عندهم سكر لازم يكشفوا على قلبهم بصوره دوريه، اللي عندهم ضغط دم لازم يكشف بصوره دوريه. هل في عوامل وراثيه بتلعب دور هنا يا دكتور؟ ايوه يا فندم مظبوط. الاسره اللي بيبقى فيها حد مات موت مفاجئ في سن صغير بيبدا يبقى فيه بيزود النسبه دي حدوثها في باقي افراد الاسره، وعشان كده اللي بيجي له موت مفاجئ في اسرته لازم يروح يكشف. هو حضرتك لو حضرتك زي ما بتقولي ان الفنان كان عنده ضعف عضله قلب ومات، ضعف عضله القلب في حد ذاته هو هل هو كان بيتعالج ولا كانش بيتعالج؟ ما ممكن ساعات الانسان بينكر المرض او ما بيحبش يروح للدكتور او كذا او كذا. واحد بيجي له وجع في صدره ومش عايز يتجه للدكتور عشان خايف من دكتور القلب او كذا، فلازم يبقى فيه فحص دوري، لازم يبقى فيه فحص دوري، ولازم يبقى فيه حياه صحيه سليمه. حياه صحيه سليمه هي ممارسه الرياضه، هي ان احنا نبطل تدخين، هي ان احنا ناكل اكل صحي. الاكل الصحي ده غالبا بيشتمل على الخضروات والفواكه الطازجه اكثر شيء. نبعد عن الاكل اللي هو الفاست فود، ان احنا نبقى يعني عندنا سلام نفسي او شيء ما شابه ذلك. الموت المفاجئ في الرياضيين يختلف بعض الشيء عن الموت المفاجئ اللي بنتكلم عليه. الموت المفاجئ في الرياضيين ساعات بيبقى في حاجه اسمها تضخم في عضله القلب، يبقى اعتلال تضخمي في عضله القلب، او التضخم في عضله القلب ده بيبقى يتسبب في توقف العضله اثناء ممارسه الرياضه وبتحدث في لاعبي الكره او لاعبي أو حتى في ناس بيحصل لها كده في الجيم يا دكتور وهم بيتمرنوا وبياخدوا مكملات غذائية، يمكن هم جسمهم مش مستعد لده. خطيرة جدا. واللي هو التضخم في عضلة القلب عند الرياضيين لازم يفحص. يعني هو أصلا في دلوقتي علم أو جزء من علم القلب اسمه علم القلب الرياضي. علم القلب الرياضي ده بيهتم به اللي هو الناس اللي بتمارس رياضة بصورة احترافية. ما حتى في مصر هنا دلوقتي بقينا ما فيش حد بيمارس رياضه تبع اتحاد الكوره غير لما ياخد شهاده من الدكتور القلب معتمده بانه خالي من امراض القلب ونسبه توقع
ان هو ممكن يحدث لي توقف مفاجئ في عضله قلبه ولا، ودي بنشوفها في العالم. بس هو برضو طبعا احنا في مصر مواكبين هذا الامر في هذا التخصص، يعني عن طريق في اساتذتنا الاستاذ الدكتور حازم خميس ومعالي الوزير نفسه مهتمين بهذا الامر، ان في الطب القلب الرياضي وده له ذات مختصين، وفي المؤتمرات بيبقى ليهم زي جلسات علميه منفصله بهذا العلم. وده بيبقى طبعا هو مفزع جدا لما واحد صحته سليمه وبيجري وبيلعب وقوي وقوي البنيان ومره واحده قلبه يتوقف، ولو ما تلحقش يبقى كده يعني فقد حياته. فده طبعا بيبقى له منذرات وبيبقى له فحص دوري وبيبقى ليه فحوص بتتعمل 1 2 3 وكده. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد البربري استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. طيب يمكن احنا كلنا بنحب نروح المسرح، وانه قصور الثقافه تكون نشطه بشكل كبير، تلف المحافظات، يكون في مسرح متنقل، القضايا اللي بيتم تناولها تكون قضايا مجتمعيه هامه تمس الناس من الدرجه الاولى. لما نشوف يعني ندوات ومسرحيات بتتكلم عن العنف ضد المرأة، بتتكلم عن علاج الإدمان ومكافحة الإدمان، زي ما كنا شايفين مسرحية النجم الجميل سامح حسين مع صندوق مكافحة الإدمان سيل، واللي لف بيها جامعات مصر كلها. ده مهم جدا جدا، إنه المسرح والفنون والثقافة عموما بيجي على عاتقها مش بس انها تقدم فن واداب مسرحيه وفنون مسرحيه اللي هو شيء مهم جدا جدا، لكن كمان هي اداه مهمه جدا لتوعيه الناس ولاشراكهم في المشاكل اللي المفروض تعالج في المجتمع. خليني دلوقتي اتكلم مع حضراتكم يعني عن مسرح ميامي، واللي بيشهد الايام اللي فاتت دي عرض لمسرحيه كوميديه عامله الحقيقه يعني حاله من النجاح، ويعني بنشوف نجوم كتير في هذه المسرحية، مسرحية طيب وأمير بطولة نخبة من نجومنا نجوم الكوميديا، منهم هشام إسماعيل، تامر فرج، عمرو رمزي، شريف حسني، وكمان عمرو السلكاوي، وإخراج محمد جبر، وإنتاج المسرح الكوميدي بوزارة الثقافة. المسرحية أحداثها كوميدية، وليالي العرض بتاعتها الفترة اللي فاتت شهدت حضور نخبة كبيرة من الفنانين والمثقفين والنجوم، واللي الحقيقة بنشوفهم حريصين دايما على مشاهدة العروض دي. كاميرا التاسعة كانت موجودة وحضرت الكواليس، وبننقل لحضراتكم لقاءات مع نجوم العرض وصناعه. الحمد لله من حسن حظنا ان احنا المسرحيه افتتاحها بيتزامن مع افتتاح مسرح ميامي بعد تجديده وتطويره، فنحن بنشتغل في كواليتي عالي جدا على احدث تقنيه لسه معموله دلوقتي في مصر، فكانت حاجه جميله جدا ان العرض يتفتح في المسرح دوت. يعني بدايه العرض بدات من خلال فكره من مدير المسرح الكوميدي الفنان ياسر التوبجي ان احنا نعمل حاجه من التراث، يعني نبقى بنقدم حاجه مستندين على قيمه كده مختلفه، واكتشفنا ان الفيلم ده او الافلام اللي اتعملت احنا القصه ديت مش يعني مش ناس كتير شافتها دلوقتي، زائد ان احنا قادرين ان احنا نقدمها برؤيه جديده. فبدات اشتغل على الورق مع المؤلف الكاتب احمد الملواني لحد ما وصلنا للصيغه اللي احنا طلعنا بيها دلوقتي. مسرحيه يعني لو كده خدناها ببساطه هي تيمه فيلم سلامه في خير، بس معموله بشكل معاصر في رداء وثوب جديد بينفع الاجيال الجديده ان هم يتفرجوا عليها، وخصوصا ان للاسف الشديد الاجيال الجديده ما عندهاش خلفيه ان ده اتعمل فيلم قبل كده وان ده اتعمل يعني، ولكن بلغه العصر الحالي بادوات العصر الحالي ببنى العصر الحالي. الحمد لله كواليس محترمه جدا، وكل اساتذه سواء من فرقه المسرح الكوميدي اللي هم ابناء المسرح الكوميدي نفسهم المعينين يعني في البيت الفني للمسرح، او الزملاء الخارجين من خارج المسرح، كلنا الحمد لله بينا تفاهم شديد يعني. وانا كنت حريص على ده من اول يوم ان احنا عايزين نتعامل انها مش مسرحيه وهتعدي، يعني عايزين نعمل حاجه تعمل انفجار في الوسط المسرحي، خاصه مسرح الدوله الحمد لله يعني تحت ايد استاذ خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح، راجع بيقدم مشروعات متنوعه وكلها ليها صبغه تجاريه بتستهدف كل فئات الجمهور. يعني انا بعمل شخصيه اسمها مذكور مشهور، ودي شخصيه في عالم خيالي اللي هو عالم دوله السرسستان اللي بيجي منها بيخدم الأمير غندور، هو بيجي هنا مصر في زيارة فبيحاول يشوف له بديل أو شبيه عشان يحل محله عشان يشوف الناس بتحبه عشان هو
صاحب ملك ولا بيحبوه علشان شخصه يعني. وبتحصل طبعا مجموعه من المواقف والطرائف النتيجه المفارقه الكوميديه دي، وانا الشخص بقى الشرير اللي عايز ينتقم من الامير غندور. مسرحية اسمها طيب وأمير، أنا لا الطيب ولا الأمير، أنا اللي في النص بقى، أنا الوزير اللي في الموضوع، اللي هو لما بيجي هذا الرجل الطيب ويبدل مكانه مع الأمير، في الوزير اللي في الوسط اللي هو بيحيك القصة كلها وبيوضب الديل أو الاتفاق دوت. رجل يعني ذكي مش شرير، ولكنه بيبحث عن مصلحة الأمير بتاعه. الحمد لله احنا كلنا ناس بروفيشنال، كلنا مش بس مجموعة أو عدد من كل المجموعة الموجودة هنا. أصغر ممثل هنا تلاقي في رصيده 70 مسرحية، واخد بالك؟ يعني كل الناس محترفة إلى أبعد الحدود، فده بيطمنك. والحقيقة ده مش بيطمنك بس نظريا، العملية أنت بتوقف على المسرح عارف أن أنت لو في حتة نسيتها، لو في إفيه كذا، في زميل هيسندك، في حالة حلوة حصلة طول الوقت في الكواليس، فكان ليها مردود على الخشبة طبعا. من أول بروفات القراية بيبتدي يبان لو في مشاكل في الشخصيات، لو في ممثلين عندهم إضافات، ده بيستمر في البروفات. طبعا احنا معانا يعني بوكيه كوميدي مهول من الممثلين، كلهم اكيد كان عندهم إضافات وكان عندهم حاجات يحطوها في الشخصيات بتاعتهم، سواء لزمات سواء إفيهات. حتى بعد لما بنبتدي بقى نشتغل على البروفات في الاخر الجنرال ونشوف المسرحيه كلها، بنحس ايه الايقاع واقع، فطول الوقت احنا بنشد حاجات. حتى بعد العرض يعني، حتى بعد اول عرض وثاني عرض، بنبتدي برضو نلاحظ ايه اللي ممكن يتعمل، بناخد من رد فعل الناس ونشوف ايه اللي محتاج يتعدل. فاحنا طول الوقت اكيد في حاله تطوير مستمر يعني. بعمل دور بعرور هو في العصابه، اللي هو في المفروض الامير عايز يخلص، اللي هو عم الامير عايز يخلص منه، فجايب اتنين عندهم ابتسامه كده، هم اصلا مش قاتلين قتل ولا حاجه، ابتسامه كده بس. القصه ان هم عايزين جايين هيموتهم، مش بتوع قتل ولا حاجه، ده القصه كلها ان هم ابتسامه كده حلوه، هم مش قاتلين قتل، مش شغلتهم اساسا، بس هي عصابه بس مش مفتريه زي زمان يعني. جيل كامل عاش على أغاني كرتون سبيستون، وزي ما انتوا فاكرين بقى المحقق كونان وغيرها من الأغاني اللي ارتبطنا بيها كجيل بشكل كبير. والحقيقة أنه أغاني الكرتون دايما بتعيش وبتكمل جيل بعد جيل، والأغاني دي للي ما يعرفش لحنها وغناها الفنان الكبير طارق العربي طرقان. والحقيقة أنه واضح أنه المسيرة الفنية طويلة وجميلة ومكملة، وما شاء الله أثمرت عن يعني مواهب عديدة من عائلة طارق العربي طرقان. ويعني احنا النهاردة بنستضيف الفنانة شابة تالا طرقان، ونتكلم معاها عن مشوارها مع والدها والبداية كانت ازاي، ونتكلم كمان معاها عن حفلاتها وحفلاتهم في مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي. حقيقة كمان انه بكرة بإذن الله تالا هتقدم أول حفلة ليها في مصر لوحدها مع فرقتها الخاصة، هتطرح أغانيها الجديدة، وهنتكلم معاها أكتر عن الأغاني وإيه اللي هيحصل في الحفلة وتحضيراتها للمشروع ده اللي أكيد ما كانش سهل. هي كمان مش بس بتغني الحقيقة، بتعزف، بتعمل دوبلاج، يعني احنا قدام موهبة كبيرة ومختلفة، ويعني مبسوطين جدا انها النهاردة في ضيافة التاسعة. اهلا بيك يا تالا، نورانا. تسلمي، شكرا، الله يخليكي. بما اننا بنتكلم عن والدك وقد ايه دي يعني عيلة فنية نشأت فيها، عايز اعرف ابتديتي امتى وانت عندك كام سنة، ومين عرف انك موهوبة، وايه الموضوع حصل ازاي؟ اوكي، الموضوع حصل اصلا بطريقة كتير كوميدية. كنت اصغر واحدة بين اخواتي، وهن دائما يروحوا مع بابا على الاستوديو، انا بدي اثبت وجودي، لازم اثبت حضوري انه انا صغيره يعني. فخلص اوكي خلصينا، اوكي خلص، وقفي بكي، خلصي عياط، ويلا ادخلي الاستوديو. سجلت اول غنيه كان عمري 4 سنين بس، اللي هو طبعا ما بعرف شيء لسه، مو فهمانه المجال شو هو، بس انه انا بدي مثل اخواتي مثل يعني بابا. انت لما بداتي غنى؟ بدات غنى بالضبط. بعدين لما كبرت بلشت بمجال الفويس اوفر اكثر، طبعا الغنى كملت فيه بس لسه ما كان بروفيشنال كثير، عرفتي؟ او ما كان دراسه، كان موهبه وموجود في استوديو مسجل فيه، بنشارك فيه مع بابا. بلشنا معه فواصل مشهوره على سبيستون. كان في باخر تقريبا 10 سنين اللي هنا فواصل زمردة، ابجد، بونبون، كانوا بصوتي، اصوات بنات صغار وصوتي الطبيعي، يعني حسب كل كوكب او كل جمهور، كل شريحه نحن بنخاطبها
شو بتحتاج صوت. دايما اللي بيعمل فويس اوفر الناس بتبقى متخيله حد هو بيطلع حد تاني بالضبط بالضبط بيفكروا مثلا انه خلص كوكب بونبون فلا دي طفله صغيره لا خالص يعني احيانا بنتعامل مع اطفال صغار بس احيانا ممكن مشان السرعه مشان عشان ننجز كده خلص في ممثلين متعامل معهم ان كان انا طبعا ولا اثرتي بمصر جامد ننجز دي مصر ننجز لا دي تنجز جدا الكلمه دي طب سمعيني حاجه بقى من الفويس اوفر ده نفتكر كده معاك شو مثلا في كوكب زمرده اوكي ريمي في الأوقات التالية على زمردة هذا بصوت الطبيعي في شيء تاني بونبون أطفال كتير هيك صغار عم حاول أتذكر هيك فاصل جديد مثلا بابا روفيل في الأوقات التالية على بونبون بس هو طبعا الواحد بيكون مصغر أكتر هيك ومستعد أكتر بالستوديو بتستمتع بإيه أكتر؟ إيه الحاجة الأقرب لك؟ صعب لأنه بالنسبة لي صعب حدد لأنه كله مرتبط ببعضه الدوبلاج مرتبط بالغناء مرتبط بالفويس أوفر مرتبط كل واحد بالنسبة أكتر لي أكتر حاجة بتاخد منك مجهود إيه؟ مجهود الغناء أو التأليف أو مش فكرة التأليف فكرة أنك تعملي بروجكت خاص فيكي بعد ما كل الناس متعودين عليكي سنين أنه خلص أنت لا مجال الأطفال بس فيمكن ما بعرف ان شاء الله كله هيك يعني يكون خفيفه عليهم بهذا الستايل الجديد واعتقد انه بنت تالف وتلحن وتغني ان شاء الله تكون بصالحي ان شاء الله تكون بصالحي ايه الحمد لله لهلا الاغاني اللي كتبتهم كلهم كلماتي والحاني طبعا بالاشتراك مع اصدقائي مبسوطه كثير اني اشتغلت معهم تعاونت بمصر وبكره ان شاء الله بالحفله رح يكون في يعني جزء منهم رح اغنيهم لاول مره من شويه كنت بتقولي يا تالا ننجز وعندك حفله بكره اول حفلاتك في مصر ان شاء الله عايزين نسمع اغنيه مصريه يلا بينا يلا بينا نفس اللي شفناها بالفيديو يلا يوم أنا جديد انا كثير بحبها يوم جديد هي الاغنيه مبهجه وانت فيها مبهجه تسلمي الله يخليكي شكرا يوم جديد كله حياة شمسه بتبتسم وناس وهوى والعصافير بتغني في سما غنوة عايزانا نكون سوا مش ناقص غير القلب يدوب يسهر الليل يحب ويتحب ويلاقي نصه التاني ويروح يروح معاه ويملى الحياة كده كوفرز انا شايفه ان انت مغنيه كذا كوفر اي لانه هلا انا ليش عملت ليش قصدت ابدا بالكفرز قلت لك الناس متعودين علي بستايل مع بابا مع اغاني الاطفال فشوي شوي بدي احضرهم واحضر حالي انه انا رح يعني رح اطلع عليكم بشكل جديد لا تتفاجئوا ولا تخافوا ولا لا تستغربوا يعني فمن هون بدأت فكرة إنه خلاص بلش بالكفرز وبعدين شوي شوي أبدأ بأغاني الأوريجينال إن شاء الله بكرة بالحفلة رح يكون في تقريباً 3 أو 4 أغاني أوريجينال كلماتي وألحاني وغنائي الباقي كفرز ومبسوطة كتير إنه بابا رح يشاركني هاي التجربة حتى ما رح يغني أغاني يعني أوكي ممكن يكون في شيء من أغاني بس رح نغني شيء هو كان يغني أصلاً بالشباب فترة الجامعة الكلية مع الباند تبعه وطبعاً أخواتي محمد وديما بس ان شاء الله هيك تكون تجربه حلوه انا كثير متحمسه لها وطبيعي اقلق يعني شيء جديد بالنسبه لي خطوه كبيره برضه خطوه حفلاتك صراحه يعني سيتصور الجمهور سيتصور يعني طلعت كبير. قدام الاف الناس عرفتي بس وبكل البلدان الحمد لله العربيه بس بكره الى هيك وقعتها يعني. ارجع معاكي لاول مره طلعتي فيها على المسرح تفتكري اول مره دي كانت امتى وفين وغنيتي فكره إيه؟ ما بتتنسيش دي ما بتتنسيش كنا بمهرجان قرطاج الدولي بتونس انا كنت مثلا عم بعمل الشعر والميك اب وهيك فما في غير اسمع اصلا الحفله بدات قبل ما نطلع الناس كلهم عم بيغنوا بابا كونان هزيم الرعد كل هدول القصص انا كل ما يغنوا خاف كل ما يغنوا خاف اتشنج واتوتر انه خلص اسكتوا اسكتوا يعني شويه علينا كم سنة؟ بالعشرينات مثلا 25 تقريبا او هيك بالحدود وطلعنا لقيت في تقريبا 11,000 بني ادم 11,000 شخص كان بالجمهور حد يمسك ايدي يعني حد مسك ايد اختي وبقولها خايفه وخايفه اول ما طلعنا خلص راحت الرهبه لانه التعامل مع هيك ما بدي اقول جمهور هن فعلا رفقاتنا هن ناس وعينا مع بعض على هي الاغاني يعني انسي انه انا بنت طارق انا وعيت على هي الاغاني بالنسبه لي طب بتفكر كل الناس بطفولتي بعيدا اني انا بنته
فلا التجربه كانت مرعبه، بس هي طلعه اول شيء عرفتي اول خمس دقائق كان في تنشن وتشنج وحاجات كده عجيبه غريبه بتحصل، بعدين لا خلاص تمام. هنكمل كلام يا تالا ونكمل كلام عن مشروعك ومين اللي كان بيدعمك علشان توصلي لحد هنا، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع تالا طرقان ومع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حديثنا مع الفنانه الشابه تالا طرقان، وحديثنا عن حفلها غدا في ساقية الصاوي واولى حفلاتها في مصر. يعني اكيد كان في استعدادات كبيره للحفله بكره، وانت قلتي اني محضره اغاني كتير هتغنيها لاول مره بكره في الحفله. في الكفرز ككفرز في البرنامج بشكل عام كتير متنوع، في اغاني جزائريه في اغاني مصريه طبعا، في التونسي في بالفصحى في بالسوري. حبيت اختار اكثر شيء بليق مع صوتي واكثر شيء انا بنشد له وممكن فعلا يعجب ناس ممكن تسمعه حتى لاول مره. يعني يمكن البرنامج مو كله مشهور، يتفاعل مع الجمهور المصري. يمكن مو كله مشهور بس مالي قلقانه، لانه في حركه، الموسيقى فيها حركه، في شغل اشتغل يعني الشباب اللي معي عن جد اشتغلوا شغل جبار بالتوزيع بالعزف بكل شيء. وفي طبعا الاغاني الاوريجينالز يعني دول. طب احنا عايزين نسمع حاجه منهم بقى لو ينفع. طب ماشي اوكي. قبل ما كنت غني اللي هو بيستنى هيك ينزل الكليب، هنجهز بس شكله لسه ما في كليب فخلص نغني. يعني رح غني غني اسمها في كل سنة، هي بالفصحى. أوكي كلماتي وألحاني. في كل سنة هم دوما معنا، ما زالوا في حياتنا وجوا قلبنا. في كل سنة دوما معنا، ما زالوا في حياتنا وجوا قلبنا. نتذكر أياما عشنا، نبتسم لذكرى لن ننساها. كل اللحظات التي عشناها من دونهم ليس لها معنى، من دونهم ليس لها معنى. يغمرنا الأشواق، تغمرنا الحنين لشغل صوت وعناق بعد غياب سنين. في كل سنة هم دوما معنا، ما زالوا في حياتنا وجوا قلبنا. هي واحدة منهم، احتمال تكون هي الانترو. أوكي. بداية الحفل إن شاء الله هيك بس. إن شاء الله يكون انترو مبهج والحفلة كلها يعني تكون حفلة ناجحة. قرار إنه أستقل عن فرقة والدي ده قرار كبير ومسؤولية كبيرة. إمتى حسيتي إن أنت قادرة تعملي ده وخدتي القرار ده واشتغلتي عليه؟ لما عملت كتير حفلات مع بابا وأخواتي، لما طلعت كتير على المسرح، لما غنيت كتير، لما يعني من أول ما كنت أطلع على المسرح وأنا واقفة ثابتة في تمثال كنت بخاف، لوقت ما صرت أحكي ودردش وأمزح مع الجمهور وناخد ونعطي وعادي يعني كأنه بيتي عرفتي. وقت حسيت بثقة. الشغلة الثانية والأهم لما بديت أخذ دروس صوت، ما صار لي كم سنة صراحة وكانت خطوة متأخرة، بس ما رح أقول متأخرة لأنه بوقتها كمان. بديت أخذ دروس صوت مع أستاذي دكتور محمد عبد القادر. لما بديت أخذ الدروس حسيت لا أنه أنا بقدر غني سولو. كنت كتير خاف قبل غني سولو، أنه خلص دائما أغاني أطفال مثلا كورال أو حتى لو سولو بيكون أشياء بسيطة. بعدين قلت لا يعني ليش بعد تدريبات الصوت دي حسيتي بكده بالضبط أنه لا أنا بقدر أعمل، وخصوصي لما بديت أكتب ولحن كان فكرتي الأولى أنه أعطي هاي الأغاني لفنانين. بعدين أصدقائي صراحة بالبداية يقولوا لي طب لا تعالى أنت أصلاً بتغني يعني وأغنيكي مش حتى ما تغنيهم، فأنه لا خلي لا بالعكس أعطيها لفلان ولا فلانة ولا هيك. بعدين أقنعوني اقتنعت بالعافية. أكثر بتحبي تسمعي لهم أي في الوطن العربي؟ الوطن العربي عبير نعمة. صوتها مخيف مخيف رهيب يعني كتير حلو. ونبيلة معا فنانة مغربية كتير كمان بحبها. والباقي هيك تحسي اغنيه من هون اغنيه من هون يعني مشكل. والجزائر القديم، اشياء سوري قديم. اوكي هيك. وبشكل عام ستايل الاندر جراوند الاندي الفنانين المستقلين لانه هيك ندعم بعض عرفتي. بنحس طيب. ببعض. عايزين نختم باغنيه عهد الاصدقاء. يلا بينا نرجع بقى لسبيس تون والذكريات الطفوله. حلمنا نهار نهارنا امل،
نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألمنا عشنا، نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحيا. بيننا صديق لا يعرف الكلل، مخلص رقيق إن قال فعل، روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام، روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام. من الأغاني اللي كتير بحبها لبابا، أغنية قريبة قوي من القلب ومبهجة الحقيقة. تسلمي. ويعني ختام كده كله أمل وبهجة الحقيقة. شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق بكرة في الحفلة، إن شاء الله تكسري الدنيا في الحفلة وما تكونش دي آخر حفلة ليكي. تسلمي، شكرا كتير. شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في التاسعة. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة، دايما أشوفكم على ألف خير. Thank you.